نروح نشوف لقاءات ما بعد فوز الأهلي على الزمالك. لعيبه رجاله وجهاز فني محترم، كنا قد المسؤوليه. يمكن الشوط الاول ما كناش فايقين قوي، بس دخلنا بين الشوطين فوقنا بعض، اتكلمنا مع بعض. الحمد لله برده في الشوط الثاني دخلنا يعني مركزين، كان هدفنا ان احنا نكسب طبعا. يعني ضربه الجزاء اللي صدتني دي اللي صديتها في اول الماتش هي اللي ادتني الدافع اكمل المباراه، ويعني برده رجعت فرقتي للماتش يعني الحمد لله. كل ماتش اعمله كويس يعني بعمل كلين شيت وبيروحني يعني الحمد لله. كابتن احمد ناجي بصراحه قبل كل ماتش وقبل في التمرين حتى بيشجعني ودايما واقف في ظهري، يعني بصراحه بشكره جدا يعني لو هو هيشوف وانا بتكلم كده. فاحب اشكره جدا يعني، احب اشكر كابتن اسامه ابو هاشم، كابتن ابراهيم عبد الجواد برده كان ماسكني ولا كابتن اسامه يمسكني برده كان عامل معايا شغل كويس، وكابتن اسامه جه طبعا برده عامل معايا شغل كويس قوي. انا بشكر اللعيبه والجهاز الفني على الاداء، وبشكر اللعيبه كلها طبعا، لعيبه رجاله، والحمد لله على المكسب. يعني كنا في اخر 5 دقائق جبنا جون الحمد لله، ربنا كرمنا بجون وقلت اكمل بقى مع اني جالي شد، بس الحمد لله استحملت الحمد لله. كابتن اسامه كلمنا بين الشوطين قال لنا احنا الشوط الاول ما كناش قد كده يعني، بس الشوطين الحمد لله ظبطنا وقدرنا نجيب جون. وكابتن اسامه كلمنا كلنا وقال لنا عايزين نكسب ماتش ديربي، الناس كلها بتتفرج عليكم وعايزين نكسب. الحمد لله طبعا على المكسب والاداء. بشكر اللعيبه كلها بالجهاز الفني، اللعيبه رجاله قدوا اللي عليهم، كل واحد فينا عمل اللي عليه وزياده. وبشكر اللعيبه كلها بالجهاز الفني، الحمد لله طبعا على المكسب. التوفيق ما كانش ماشي معانا في البدايه، بس الحمد لله طبعا قدرنا نرجع وبقوه يعني. نازلين ناويين ان احنا نكسب، وكابتن اسامه كان قايل لنا على الماتش ده من بدري، والحمد لله احنا اشتغلنا على نفسنا ونزلنا الماتش ده ادينا اداء كويس قوي، والحمد لله فزنا بجون على اخر دقيقه، وكنا مستعجلين قوي ان احنا نجيب جون، بس الحمد لله ربنا يعني نتيجه مجهودنا وتعبنا ربنا وفقنا بجون الحمد لله. وكابتن اسامه قال لنا الماتش ده بتاعكم، عايزكم تنزلوا بقلب وبشجاعه وبكل حاجه، تنزلوا تضغطوا على الفرقه جامد، واهم حاجه اول ربع ساعه دي ان انتوا تخلوهم في نص ملعبهم ونهاجم كتير ونضغط كتير. احنا قبل الماتش اتجمعنا كلنا وقلنا رجاله لازم كل واحد يكون ليه شخصيه في الملعب، ولازم كل واحد يكون راجل في الملعب، ولازم نشتغل على نفسنا في الملعب ونقدم احسن اداء عندنا، لان الماتش ده ماتش من اقوى الماتشات بتاعت الدوري، فلازم نكسب. والحمد لله ربنا وفقنا النهارده وكسبنا الحمد لله. الحمد لله والشكر لله كابتن، ربنا كرمنا النهارده بجون متاخر لتاحه، بس احنا برضك الشوط الاولاني ضيعنا كتير يا كابتن فاروق، يعني تاحه ضيع واحده وزيدان ضيع واحده، بس اللهم لك الحمد قدرنا نفرح جمهور اللي يعني دي سمه جمهور النادي الاهلي، ان هو على طول النادي الاهلي، والحمد لله احنا فرحناهم. والله احنا هيانا الولاد نفسيا كويس جدا لمباراه نادي الزمالك، انت عارف ماتشات نادي الزمالك دي بتبقى ليها يعني طابع خاص، يعني ماتشات لعيبه وهي بطوله خاصه يعني حتى في الناشئين والفيرست تيم، فربنا كرمنا النهارده الاولاد قضوا ماتش كويس جدا في المباراه، والحمد لله الجون اتاخر زي ما حضرتك قلت كده، بس هي دي يعني فرحه الجون اللي اتاخر لتاحه، الحمد لله والشكر لله ربنا كرمنا النهارده. احنا ربنا كرمنا الموسم اللي فات واللي قبليه ابطال الدوري 2007، ان شاء الله باذن الله الموسم الثالث ده هناخد البطوله بامر الله تعالى. المسافه قريبه بيننا وبين انبي، وفي توقف بعد ماتش الزمالك، وان شاء الله نعدي الاولاد الماتشات الجايه ان شاء الله باذن الله، وهناخد البطوله بامر الله تعالى، ودي سمه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. والله اولا الحمد لله وبارك للعيبه والجهاز الفني والاداره على الفوز النهارده على نادي الزمالك، وبارك طبعا بشكل شخصي لاياد على اداءه النهارده، زي ما انت قلت النهارده هو نجم المباراه وعمل ماتش كبير جدا، وهي دي سمه حراس النادي الاهلي، يعني اي حارس النادي الاهلي لازم يبقى مميز عن اي حد موجود في مصر. بيلعب 90 دقيقه بنفس الاداء، بيلعب احنا بنخش اي مباراه وهدفنا منها الفوز يعني. واياد النهارده عمل ماتش كبير، صد ضربه جزاء في الدقيقه 6، يعني يمكن امبارح كان في كواليس كده في التمرين امبارح، اياد كان في ضربات جزاء مع الفريق فعملنا تشالنج كده، يعني اياد صد امبارح 10 ضربات جزاء من تقريبا 21، فريكورد كويس جدا. فالنهارده اول بينالتي ما جه انا كان عندي يعني احساس كبير ان هو يقدر يتصدى يتعامل معاها بشكل كويس يعني، وكان موفق واتصدى ليها وبعد كده دخل في المباراه من بدري وكان من نجوم المباراه. احنا هدفنا ان احنا نحقق الفوز ونعمل كلين شيت ونعمل اداء كويس. هو الولد بقى له فتره ماشي بشكل كويس جدا جدا، بيتمرن كويس، يعني يمكن اثناء البطوله كلها في 18 ماتش دخل فيها 6 اهداف بس، فهو عامل ارقام كويسه جدا الفتره اللي فاتت، وبيساعد الفرقه في النتائج الايجابيه اللي بنعملها. احنا النادي الاهلي بنخش اي بطوله هدفنا ان احنا نحقق البطوله، بنخش اي مباراه هدفنا الفوز وبس ايا كان مين هو المنافس. فزي ما قلت لك كده بحيي اللعيبه والولاد واياد على الاداء العادي النهارده اللي هو العادي بالنسبه له، يعني اياد النهارده قدم مباراه كبيره جدا، بس ده الطبيعي بتاعه، وزي ما قلت لك حارس النادي الاهلي دايما لازم بيحافظ على الكواليتي بتاعته بالشكل ده. هو
يعني ربنا كافئه النهارده على مجهوده اللي عمله قبل كده. وبعدين حاجه ثانيه عايز اقولها بس مهمه جدا، ان احنا عندنا قيادات في النادي الاهلي يعني سواء في الاداره من كابتن وليد سليمان او كابتن بدري رجب او كابتن محمد شوقي او كابتن احمد ناجي مشرف على حراس المرمى، فاحنا كلنا شغالين بتعليمات كابتن احمد ناجي يعني وتحت ظله، فاحنا بناخد منه خبرات بننقلها للولاد وهو بين خبرات دايركت للولاد، كلنا بنستفاد منها بنبارك لفريق 2007 بفوزه على نادي الزمالك.